بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرصنا هذا اليوم أن نلتقي مع الشيوخ، شيوخ العشائر والوجهاء والناس اللي ساكنين في هذه المنطقة للتعريف بحالة معينة. أصبح وضع رأي عام سائد، من خلال هذا الرأي العام أكو معلومات عبرت غير صحيحة، فلذلك حرصنا هذا اليوم أن نلتقي هاي شيوخ العشائر وأصحاب الأراضي والمقاطعة حتى نتحدث بالتفصيل، حتى الرأي العام يكون على بينة من الأمر. إحنا اليوم العراق يمر بظروف صعبة، وإحنا مسؤوليتنا العشائرية والاجتماعية والقانونية لازم نروح لإشاعة السلم الأهلي، فما نقبل شخص يجي يسيء لشخصيات أو يحاول يعكر صفوة هذا السلم الأهلي. وإحنا بعدين كنا تابعين للمرجعية، وكلنا تحت راية سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني أدام الله ظله. بس لكن هذا الموضوع جينا نوضحه لكم حتى من خلال قنواتكم الموقرة ينتقل للشارع العراقي، لأن احنا اليوم العراق نلاحظ حقيقة بوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وقنوات الإعلام اكو يعبرون رسائل مغرضة، احيانا تكون سياسية لأغراض التسقيط. هذه المنطقة منطقة زراعية اللي هي الجادرية، أراضي زراعية، وأصحاب الأراضي باعوا أراضيهم، وتدري آلية بيع الأراضي الزراعية، يروح الكاتب عدل اللي عنده أسهم على المشاع مثل عنده 1000 متر 2000 متر، يجي يسوي مكاتبة مع الشخص المشتري، ويروح الكاتب العدل ويوثق، ويروح للمحكمة هم يوثق. فهذا اللي حصل بالمنطقة. احنا هاي المنطقة اللي هسه احنا موجودين بها مقاطعة 345 أربعة زوية، طبعا اللي ساكنين بها شخصيات قانونية وقضائية ونواب ومسؤولين بالدولة. هل من المعقول هاي الشخصيات أن تخرق القانون؟ هل من المعقول أن هذه الشخصيات تعتدي على المواطنين وهم مسؤوليتهم الوظيفية والاجتماعية والشرعية أن هم يحافظون على حقوق الناس؟ احنا نقول هذا الموضوع صارت فيه معلومات أحياناً مو صحيحة، أكو صحيح جزء، أكو تجاوز، ما نقدر احنا ننفي التجاوز ولا نقدر العكس. احنا نقول الفيصل القانون، أكو إذا عندك أكو تجاوز على حقوقك لا تلجأ للإعلام وتعبر معلومات مضللة. أكو قانون، واليوم القضاء العراقي قضاء محترم ويدقق ويجري تحقيقات في كل المسائل. هسه هذه القطعة اللي هاي الناس ساكنة بيها ما إلها علاقة بموضوع القطعة الأخرى اللي هي موضوع النزاع، اللي هي 437 على 3 زوية، اللي هي تقريبا مساحتها 18 دونم، وبيها نواب شركاء، وبيها الشخص اللي طلع بالإعلام عنده مساحة قليلة من هذا الموضوع، من هاي القطعة. ليش النواب اللي موجودين ويا ما طلعوا وقالوا يا با اكو تجاوز؟ ليش هذا اللي عنده فقط يمكن من اصل 19 دونم ايش قد عنده هو مساحه؟ عنده مساحه 7 دوانم عنده ايش قد؟ 3000 متر عنده من اصل القطعه ايش قد؟ حصه فرديه من 15. زين ذول الباقيين اللي يمتلكون ال 15 دونم وينهم؟ بيهم نواب، ليش ما ظهروا يوضحون الحقيقه؟ ليش يخلون الشارع العراقي ملتهب وما توصله معلومة صحيحة؟ هاي ال 15 دونم اللي يريد يسووها مشروع صناعي تجاري، يريدون ياخذون طرق ومنافذ، فالمفروض الناس اللي بهاي القطعة يظهرون ويقولون هاي الحقيقة. احنا كنا نبحث عن الحقيقة، احنا ما نقبل. اليوم انا اتحدث عن موضوع بني لام، هاي هي ارض بني لام، واحنا ناس بني لام، وذول اخوتنا، وانا دافع عن حقوقهم، وما اقبل واحد يسيء لهم او يجاوز عليهم انمل شعره.
بس لكن تفاجأنا من خلال الإعلام، هاي الضجة الإعلامية صارت، وهاي المعلومات أحياناً اللي صارت معلومات مو صحيحة. ومع ذلك أي واحد متجاوزين على حقوقه ممكن يلجأ للقانون، ممكن يجينا ونشوف وين نوع التجاوز حتى نوضح هذه الصورة للرأي العام وللمجتمع وللمشاهد. هذا فد يعني إيجاز عن الموضوع. هسه راح نجي لأحد سكان المنطقة اللي هو مشتري بالزراعي وباني وقاعد ومنذ زمن، وهاي الأراضي مو هاي جديدة، هم أصحابها باعوها من 2018 و19 بدت الورثة بينها، كل واحد يبيع له جزء ويروحوا الكاتب عدل ويسوي كالة، وصارت منطقة سكنية. وهذا حال بغداد، يعني كثير مناطق عندنا أعطيني يا منطقة، وهذا التقصير حكومي. أنا أقول لك المفروض الحكومة من شاف أكو تجاوز اللي يقص له نخلة يقول له أوقف، هاي النخلة ما تنقص، ليش سمحتوا لأصحاب الأراضي يقصون هذا النخل يجرفوه ومن أجل مادة؟ هسه تروح الفحامة جرفوها، وتروح مداخل الدورة جرفوها، إحنا نتألم. هاي المنطقة منطقة بساتين، المفروض أبو الأرض إذا كان فعلاً متمسك بأرضه هاي النخلة ما تنقطع ما تنقص، هاي تراث هاي تاريخ. بعدين ليش ماكو دوائر أمانة بغداد؟ أين هي؟ من يجي واحد يريد يجرف مو تجي تقول له أوقف هذا القانون؟ فإحنا أكو تقصير مشترك، وهذا التقصير المشترك اللي حصل حقيقة صارت هاي المشاكل. وإحنا بدورنا ردنا نوضح لا أكثر، لا هذا تجمعنا عن استهداف جهة معينة أو في يعني يتفسر بتفسير آخر، لا والله إحنا نريد نبين الحقائق. وكل واحد يعني أكو تجاوز عليه أكو القانون موجود، وهاي الشيوخ هاي كلها فراضات، هاي هذا شيخ الشاعر البهادلي هذا فرضة من فرضات العراق، روحوا قعدوا يمه ويدز على الأطراف ونشوف منو المعتدي ومنو العائل واللي له حق ياخذ حقه. فهذا الموضوع، واحنا هسه راح يعني نفسح المجال لسكان المنطقة يوضحون بإيجاز شنو طبيعة الأستاذ أبو سيف والأستاذ أحمد، الرجل محامي ورجل قانون، هل من معقول أنه رجل قانون يجي يقعد بتجاوز؟ فممكن تتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول الساكنين في هذه المنطقة أعتقد من الأوائل، آني اشتريناها بعنوان أرض زراعية كانت مجرفة، اشتريناها من أحد الأخوة ما أريد نذكر اسمه، بس إحنا طلبنا من الأخ اللي اشترينا من عنده حضور صاحب البستان الأصلي. إجوا أصحاب البستان الأصليين اللي هم ساكنين جادرية اللي هو اللامين، اجى قعد ويانا وتكاتبنا ويا شخصيا، ما تكاتبنا ويا الاخ اللي اشتريناها من عنده، تكاتبنا ويا صاحب البستان الاصلي، كل واحد يعني على 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 قدر الاسهم، صارت المكاتبه على قدر الاسهم. نزلنا يمكن هنا 2017 2018 انا اسمع بوسائل الاعلام انه مسلحات او مسلحين او لحد الان ما شفنا مسلح دخل المنطقه حقيقه. هاي سكان المنطقه هنا اي مسلح ما دخل المنطقه. القضيه وما فيها اكو خلاف على قاع هيك بالبستان على طرف الشارع، يمكن القضيه على قضيه 6 امتار او 3 امتار او 4 امتار. كل ما في الامر هذا اشوف تدولت القضيه، اصبحت اكثر من قضيه اعتداء الكويت على الارض العراقيه. ما ظل واحد ما صرح، ما ظل واحد ما سكر، ما ظل واحد ماكو هيك حكي. هذا اعلام كاذب ومغرض حقيقه، ومغرض وراء اجندات واهداف سياسيه اخرى. ما اقدر اقول لهم. اسم جنابك. انا اسمي اللواء المتقاعد عباس فاضل عباس الشويري. احنا اخذنا الارض من اصحابها الشرعيين ووقعنا عقود معاهم. سمعنا قبل 5 أشهر تقريبا هذا الشخص اللي ظهر بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي واللي بدا يثير موضوع انه اخذوا من عندي ارضي بالقوه، ما اعرف متجاوز عليها. قام دعوه في محكمه بدائه الكرات، وهذه الدعوه موجوده، هاي عندي موجوده، ادعى بها بانه اكو تجاوز على قطعه الارض المحاده مع قطعه الارض الاخرى اللي هي 345 على 4 اللي هي هسه احنا بيها اللي اشترينا بيها اراضينا. هو القطعه مالته 437 على 3 تختلف اصلا من حيث الرقم ومن حيث الموقع الجغرافي، بيانات يحدهن
فرع صغير جدا بمساحة 4-5 متر تقريبا. هذا الشخص قام دعوة عليه، طلعت اللجنة من مديرية المساحة العامة ولجنة من بلدية الكرادة خصصتها المحكمة، وخبراء قضائيين حددتها المحكمة، محكمة بلدية الكرادة. في حينها ردت الدعوة مالته، رفضوها القضاء، رفضها. فورا ما ردت الدعوة قام بتمييز الدعوة في محكمة التمييز الاتحادية، أيضا ردت من محكمة التمييز الاتحادية. هاي خلي يسمعوها القضاء، خلي يسمعوها الجهات اللي هسه حاليا دا يحشون على المنطقة أنهم متجاوزين وما أخذيها بالقوة. ما حد أخذها بالقوة، هذا الشخص اشتريناه إحنا من أصحابها الشرعيين. هذا الشخص يدعي أنه هو مظلوم، واحد أخذها من عنده تجاوز عليه، خليه يجي يسمي الأسماء بمسمياتها. إحنا هسه نطالب كسكان منطقة بتشكيل لجنة خاصة من رئاسة الوزراء للتدقيق ببعية مساحة العامة وقرارات المحاكم الاتحادية اللي صدرت واللي اكتسبت الدرجة القطعية في محكمة بداءة الكرادة ومحكمة تمييز الاتحادية اللي هي ردت الدعوة أصلاً عليها، ما إلى أي تجاوز. وذكروا بالنصاً بالتقرير، وهسه راح نزود به وسائل الإعلام، لا يوجد أي تجاوز على مساحة الأرض العائدة إلى اللي هي 437/3، ماكو أي تجاوز. لو أكو تجاوز كان القضاء أخذه، القضاء يأخذ مجراه. وأعتقد إحنا نعمل تحت مظلة القضاء العادل في مجلس القضاء الأعلى، وهذا ما بيضير إذا يعيدون اللجنة تشكل سواء مجلس القضاء أو المساحة أو إشراك بها الدوائر المعنية ذات العلاقة. شكرا. اسم جنابك؟ المستشار الاقتصادي عادل الدلفي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن من سكنة هذه الأرض اللي رقمها 350/4 زوية. إحنا مجموعة من الناس المعروفين، أنا عن نفسي أتكلم، أنا أستاذ دكتور في جامعة بغداد وإعلامي لعدد من البرامج في الفضائيات العراقية في قناة العراقية وكربلاء والفرات وآفاق، وأنا ومجموعة من الدكاترة أصدقائي سمعنا بأن من إخواننا بني لام يبيعون في هذه الأرض. فأول شيء رحنا سألنا أصدقائنا اللامين، كلهم ولد منطقتنا، سألنا صلاح اللامي، سألنا أبو سجاد اللامي، سألنا ثامر اللامي، سألنا حسين اللامي، يا أبو هاي القاع نقدر نشتري؟ لأن إحنا يعني نحلل ونحرم ونخاف من الإشكال الشرعي. سألنا أصدقائنا كثيرين من الكرادة من بني لام، أصدقائنا وإخواننا وماكلين وشاربين سوية، يا أبو نروح نشتري؟ قالوا يا أبو هاي مالتنا ومال عمامنا، هو إحنا دنبيع، لأنه بعد القاع خاف يسيطر عليها كذا، فروح اشتروا. اجينا اشترينا، طلبنا، كان اكو شخص مهندس هو يقسم القاع، وهو اصلا عمته ام زوجته من بني لام، ورجل مهندس ومساح. قلنا له نريد نشتري من شخص من بني لام، جاب لنا شخص وجاب السند كامل مال ارض، اسمه موجود ومساحته موجوده، واجى الكاتب العدل لانه رجل كان كبير السن، قال له سوي لهم وكالة حجي، استلمت فلوسك كاملة من الدكاترة؟ قال له استلمت فلوسي كاملة من الدكاترة. تريد بعد منهم شيء؟ قال له لا، بالعافية عليهم، محللين موهبين. قال له تبصم على الوكالة؟ قال له أبصم وأوقع. بصم وموقع وصورته والوكالة موجودة عندي. ما اكتفينا بذلك، لأن احنا نخاف الله، ناس نخاف الله، هذه بيوت نصلي ونصوم بها، واحنا ندعي الدين والالتزام. ما اكتفينا، سوينا عقد ايضا في توقيعه وبصمته. ما اكتفينا، قلنا له نريد نضمن حقنا، رحنا على محامي ايضا شخص معروف، قال اقيموا دعوة عليه للتمليك، لان هو بايع لكم ومستلم الفلوس. يا ابو حج نسوي دعوة؟ قال هذا حقكم. سوينا دعوة بالمحكمة، رحنا لمحكمة الكرادة، طبينا على القضاة. احنا مجموعة من الدكاترة، دكتور معايا خبير في مجلس النواب، أستاذ آخر أيضاً مدير مكتب في مجلس النواب، أنا أستاذ في جامعة بغداد، جاري الأمامي أستاذ دكتور بروفيسور أيضاً في كلية الهندسة في جامعة بغداد، دكتور آخر أيضاً بروفيسور في كلية الهندسة خريج بريطانيا. كنا إحنا حتى هذا الشارع، شارعنا يسموه شارع الدكاترة، وهذا شارع القضاة والضباط. كل اللي اشتروا بالمنطقة قضاة ضباط أساتذة جامعة. لا فد يوم اجانا واحد من اخواننا بني لام وقال انتم مغتصبين ارضي، تعالوا طلعوا.
لا فد يوم اجانا واحد بالسلاح وقال انتوا اجيتوا اخذتوا القاع. يعني سمعنا اشياء، مو هذا اتهام، هذا حرام اخواني. سمعنا اشياء بالاعلام انه ذول الناس اشتروا، بعنا لهم تحت تهديد السلاح وغصبونا. ابدا والله العظيم اشترينا بكل شفافية. مع ذلك رحنا للمحكمة وأقمنا دعوة والقضاء حكمنا، قال أن فلان وفلان وفلان اشترى من فلان مساحة كذا، والبايع استلم فلوسه كاملة، لكن المحكمة تعتذر عن التمليك لأنه مو دونم. بس قرار المحكمة شو يقول؟ يقول أن فلان وفلان اشترى بالمبلغ الكذائي. شكرا جزيلا لك. مو وراك. اسمك اسم جناب الأستاذ الدكتور طلال خليفة العبيدي. السلام عليكم أخواننا الأعزاء. السلام ورحمة الله. يؤسفنا أن نوصل إلى هذه الحالة والتعجيج في هذه في هذا الأمر. نحن اليوم جئنا لهذا المكان لكي نحق الحقيقة ونظهر الحق، فعلينا أن نقول كلمة الحق. على الذي تحدث بالإعلام والفضائيات وعجج ما عجج له ومن استمع له ومن وراءه على أرض ما تكون هي إلى 7 دونمات، فهذا مو صحيح. هذا أكو من وراء وأكو من له. فعلينا اليوم نحن ناشد دولة رئيس الوزراء، عليه أن يأخذ هاي المسألة بالجدية ويضع لها لجنة خبراء، ويضع هذه اللجنة الخبراء على القضاة، ويحق الحق لمن حقا له، وكذلك لمدة 10 أيام. وكذلك نحن كعشائر سوف نقول لأخواننا اللي اعتدوا على بالفضائيات على بعض العشائر أو على بعض من لهم أيد غير شخصيات، فهذا سيكون لهم عرفا عشائريا وقانونيا. فعلينا اليوم احنا جئنا لكي نطفي هذه المعلومة أو هذه اللي ما وراها. احنا اليوم على 7 دونمات عججنا وهاي الفضائيات، وهذا كيف العراق من السقوط واللي جاي اللي صار به اختلاس الأموال، الغسيل، صفقات الطيارات، صفقات العتاد، صفقات، واليوم جايين على 7 دونمات ومعججينا كليتها واصلة. فعلينا أن اليوم نناشد الدولة، نقول لهم يا دولتنا عليكم بالقانون، عليكم بالحكم الصحيح والعادل للقضاء. فاحنا اليوم لازم نداعي بأرضنا. احنا اليوم مسيسين العراقيين، تحدنا منا ايران، تحدنا منا سوريا، منا تركيا، منا السعوديه، منا الكويت. احنا لازم يجب علينا نداعي بأراضينا، بجونا، بمائنا، بأرضنا. احنا اليوم نتقاتل ونسوي بياناتنا على 7 دوانم، احنا أرضنا راحت، كلها راحت الحدوديه. والله العظيم جايين اليوم انت على 7 دونمات، لا عمدي تعال نعطيك بيتي وما امتلك. احنا اليوم مقصر راحت، الميناء راح، الدنيا راحت، الصفقات راحت. فاحنا ناشد دولة رئيس الوزراء اليوم الكل يشوف الدولة رئيس الوزراء اليوم مستقرة، لأن رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني قام بعمل جيد وثبت وجوده وعمل الصحيح وأنطى بصمة للشعب والشعب معاه وقضى على الفساد الإداري والمالي.